برشا اسباب برشا اسباب. البنات عندها اسبابها والرجال عندهم اسبابهم. الرجال لاقين كل شيء معناها يقول لك باش نعرس على خاطره ديجا موجود معناها لبرا، ونسي تقول لك معناها هكا يبدا معناها قلة الوفاء بالنسبه للراجل، ومعناها تقول لك نحب معناها انا نكمل قرايتي نخدم ونعمل مستقبل، ما عادش معناها الزواج مثل لها هدف اساسي معناها في الحياه. والله الظروف المادية هي اللي تحكم يعني فكت الأحوال. دونك سي با فاسيل، سالير شنو 300 400 600 دينار ما عادش تعيش. يعني حتى كان تعيش ما تنجمش واحد باش يبدا بها حياته. حتى كان تنجم تعيش واحد معرس، اوكي معرس عنده مرته في الدار يشري قضية كل راس شهر وينجموا يتصرفوا فيها. ما واحد باش يبدا من الأول باش يكري وباش يشري كما نقولوا يعني باش الدار وفريجيدير وواحد. يعني جامي يوصل يخمم فيها خاطر لي غولاسيون تاعو لي معناتها ما عادش سيريوز كيما قبل، اللي هو هكا جوست نتاع هكا تخرج تعمل جو تتفرهد، ما عادش العباد يخمموا برشا معناتها في انجاجمون سيريوز. دونك هذاك علاش اصلا هي معناتها ستاتيو نتاع المغياج كلها تبدلت، القوانين نتاعها كلها تبدلت، والامبورتونس نتاعها كلها تحت في الماء، والقوانين كلها تحت في الماء. وكا اول حاجه الظروف في تونس والايكونومي في تونس ياسر طايحه، هذيك علاش يعني الشباب تاعو ما عادش خامس العرس والشوما زاد كيف كيف يعني كثر نسبه البطاله في تونس يعني كثرت، وباش باش يعرس يعني الواحد دو بلوس يعني الشباب تاو خام في حاجات ما اهم، فهمت؟ يقول لك العرس وانا ما عنديش كره، والعرس وانا ما عنديش دار، ما كملتش قرايتي، يعني برشا حاجات. الظروف الماديه اكثر حاجه، معناها الماديات مش موجوده، كي يبدا الانسان مش قادر يلقى خدمه ولا حاجه، معناها ما تصورش كان مقدور باش يعرس باش يلقى بنت الحلال. تو في الوقت تو معناها صعيب برشا باش تلقي البنيه معناها تتفاهم معاها وتفهمك وتفهمها. مكثرية البنات معناها يلوجوا على الفلوس، يلوجوا على انسان عنده كهرباء عنده حاجه عنده دار عنده كل شيء. السبب الوحيد انه التكاليف نتاع الزواج تو دابور، وثانيا بالعلاقات اللي تصير برشا تو في المجتمع نتاعنا ما عادش تخلي الانسان انه يتشجع على الزواج بيسكو كل شيء موجود معناها. والله ما نعرف علاش بالضبط، اما نحكيك على روحي واحد من الناس ما نعرفش بتمكن نعرس عمري 22 23 سنه نبدا نتمكن نعرس. الظروف كويسك، الظروف حاليا في تونس صعيبه، الانسان توكينا ما عادش نجم يعمل دار، ما عادش نجم باش يعمل باش يعيش معناها بمراه وصغار بس حك تشوف الحاله في تونس حاله تعبه وامورها ما تعجبش على الاخر على الاخر على الاخر. ما فماش خدمه ما فماش، فهمت؟ هذاك علاش يهرب في الزواج باش ياخذ مراه ويجيب يحط شركه في كرومته وهو ماهوش معناتها قادها شنيا ولي ما يتزوجش خير. الدنيا تقدمت ووليت يعني اللي يلوج عليه الشباب يلقاه، وهذاك عليه الصعبة، وزيد اون بلوس قلت اليد، وما الشباب مش واصل باش يعرس باش يحل الدار وباش يعمل برشا حاجات، ولا يفضل الحياة هكاكا وهو ماشي، خاطر ما لقاش حل للشباب، خاطر الشباب تعب ما عندوش فلوس حتى يخدم موظف ما يخلطش باش يحل الدار وباش يعرس وباش يعمل عائلة. يتشرطوا برشا مالي العروسة والعروس، دونك باش تكلف برشا العرس. ثاني حاجة المصروف ما عادش نجمو نعرسو معناتها لا سلفي لا شيوعي لا مدني لا متحضر لا متخلف، ما عادش موجودة سي معناتها وفات الحكاية. من الضغط من الغلاء من المعيشة، وصل العرس يبدا من نهار مرهون من نهار مرهون، يوم ما عرس ما دفع مثلا 3 مليون 4 مليون عرس باهم قدر عليهم، وهو يترهن في الصاغة ويترهن في الايمابل ويتهر في كذا، وقال لي عاد ذاب صغير وجاب كذا وبرا ومشى عاد منين بالشد. حسب رايي التعليم عنده دخل، وقتاش يكمل تعليم والمراه ولا الراجل وقتاش يكمل يعني يكمل يعني يتخرج ما دوب ما كذا يعني وصل 30 في 30 ما نحكي على تصير الاغلبيه السواد الاعظم معناتها تخرج، الاكثريه احنا الطبقه متوسطه وفقيره تلفت يلقى روحه عمره في 30 مثلا وما عندوش حد شيء. هو الانسان عمره 23 24 سنه يحب يعرس، تلقى الامكانيات كما كنا نقولوا مقبليك تاخذ وتعطي، وقداش يهرب من العرس؟ اذا فات 30 سنه يولي بقى
قال والدين هي اللي تو قاعده تشجع في ولديها باش تاخذ، فهمتني؟ باش ما يهربش من العرس. وعاداتنا باقي كي العاد. نعطيك رايي انا كتاجر، كل شيء يغلله ما عادش ينجم يخلط، وقعدنا نعيشوا بالليتيكات وبال كيفاش يقولوا هذوك معاداتنا وتقاليدنا، كونوا مواسم يحبوا مواسم يحبوا ذهب يحبوا كذا، يصعبوا برشا على اللي جم، فهمت؟ دونك فرصي ما عادش حتى حد يحب يعرس، ولا يزمو شويه وقت ويزمو شويه كريديات وبرشا امور باش ينجم يوفر حاجه الاقل ما ينجم يعرس بيه. هاو Le mariage, oh là là, le mariage, oh là là, le mariage.